بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. والنهارده استوديو مش عادي، ده استوديو منتظرينه من زمان، استوديو نهائي بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري، بطوله المحببه لكل الاهلاويه. نقدر نقول ان النهارده الشوط الاول، احنا دايما بنقول المباراه النهائيه عباره عن شوطين، شوط النهارده خارج الديار، وان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله رب العالمين الشوط الثاني على استاد الرعب، استاد القاهره، وسط جماهير النادي الاهلي العظيمه. النهارده ماتش بيجمع بين كبيرين افريقيا، نادي الاهلي بطل القرن وسيد اسياد القاره، مع كبير افريقيا الترجي التونسي. مباراه بقالنا وقت كبير جدا 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 مستنيينها، احنا ما كناش طبعا عارفين مين اللي هيلعب النهارده، ولكن كان عندنا امل كبير جدا 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 ان النادي الاهلي يكمل لحد المباراه النهائيه، وده اللي حصل. ان الترجي يوصل للنهائي يمكن كانت مفاجاه، الترجي ما كانش في الاذهان، ما كانش هو المرشح الاول، ولكن انه يعمل نتائج جيده وخصوصا بعد تولي كاردوزو المدرب البرتغالي الماموريه من شهر يناير، الترجي حصلت فيه طفرة كبيرة جدا 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 من يناير حتى الآن. ترجي عمل إنجاز تاريخي في الدور قبل النهائي لما كسب سان داونز ذهابا وإيابا. يمكن لما سان داونز وصل للدور قبل النهائي مع الترجي، الكل قال أو نسبة كبيرة جدا جدا قالت إن سان داونز حاجز مكانه في النهائي، ولكن الترجي كان ليه رأي آخر. الترجي قدر يكسب سان داونز هناك وفي ارضه في تونس. فلما بنتكلم عن ماتش النهارده، لا، ماتش صعب جدا جدا للفرقتين، للفرقتين على فكره. يعني الماتش مفيش حديث في الوسط الرياضي الافريقي والعربي الا عن ماتش النهارده، وكل يقول لك التشكيل، طب الامور الفنيه، طب الاهلي هو الاجهز ولا الترجي هو الاجهز، طب مين اللي اموره افضل، طب مين اللي عنده الافضليه النهارده. كله بيتكلم عن الماتش، وكله بيتكلم عن توقعات، سواء في تشكيل او في نتيجه او اسلوب لعب، كل ما يخص المباراه كلنا بنتكلم فيه. طبعا النهارده كلنا مفيش حديث لينا الا عن ماتش النهارده. زي ما بنقول النهارده الشوط الاول، انا دايما بقول او احنا كلنا بنقول في مجال الكوره، يعني النهائيات لما بيكون في ماتشين النتيجه بتحسم في المباراة الثانية. النتيجة بتحسم في المباراة الثانية. فرقتين كبار، فرقتين إمكانياتهم قريبة من بعض، فرقتين نتائجهم مشابهة، ولو إن النادي الأهلي ليه الأفضلية. أنا بتكلم على البطولة، بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة دي اللي إحنا فيها. ولكن إن النادي الأهلي والترجي يوصلوا النهائي، إذن هما أفضل فرقتين في النسخة اللي إحنا موجودين فيها.